تنضم إلينا من القاهرة الأستاذة رضوى محمد، الباحثة الاقتصادية بمركز الدراسات الإعلامية بالقنوات الإخبارية. أهلا بك معنا أستاذة رضوى. يعني منطقة الشرق الأوسط تشهد تصاعدا دراماتيكيا في هذه الأحداث، خاصة بعد الأحداث الليلية التي قامت بها طهران باتجاه إسرائيل. بالتأكيد هذا يلقي بظلاله على الاقتصاد في المنطقة. ما هي قراءتك وكيف تأثرت البورصات في المنطقة؟ لأنه حسب البيانات يعني تل أبيب وحدها شهدت في ليلة واحدة إنفاق ما يقرب من نصف مليار دولار أو 5 مليارات شيكل في ليلة واحدة للتصدي لهذا الهجوم، وبالتأكيد هناك تأثير اقتصادي كبير على تل أبيب وعلى البورصات في المنطقة. بالطبع الضربة الإيرانية بالأمس أحدثت تصعيد فكري للتطورات الاقتصادية التي ستشهدها المنطقة. الضرر لن يطال فقط إيران وإسرائيل، بل سيطال المنطقة، منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع. عندما يحدث توتر ما بين إيران وإسرائيل ستضر المنطقة بطريقة كبيرة جدا، ستضر حركة التجارة العالمية، حركة الشحن ستضر بشكل كبير وتتعطل، مما يؤثر على أسعار السلع العالمية وأسعار السلع داخل دول المنطقة باعتبارها دول مستوردة إلى حد ما، مما يعمل على زيادة معدلات التضخم في هذه الدول، بعد أن كانت تخطو خطوات نحو بداية اتخاذ سياسات تحجم من هذه المعدلات التضخمية العالية. لو لاحظنا ان الجانب الاسرائيلي تضرر كبير من الضربه الايرانيه، الصواريخ التي اطلقتها ايران تصدت لها القبه الحديديه، كل صاروخ يطلق يصدى له بمقدار مليون دولار. ذهبت التقديرات الى ان اسرائيل لم تخسر اقل من مليار دولار خلال هذه الضربه، مما يؤثر على الاقتصاد الاسرائيلي الذي هو في الاصل متوتر ومضمحل وضعيف من الصراع في الصراع الإسرائيلي في غزة الذي دام من 7 أكتوبر الماضي. نعم، وهذا أستاذ رضوى ما أكدت عليه منظمة التجارة العالمية في تقارير لها كثيرة على أنه سيكون هناك تأثير من المخاطر الجيوسياسية في المنطقة على حركة التجارة، خاصة فيما يتعلق بالبحر الأحمر. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة رضوى محمد، الباحثة الاقتصادية بمركز الدراسات الإعلامية بالقنوات الإخبارية، شكرا جزيلا لك.